عظم الله وجهكم. احنا مع ابن المرحوم باذن الله تعالى الحاج فايز فايز موسى النجمي. ها فايز موسى النجمي كلش عمره حاج؟ صار 69 يعني تقريبا 70. مواليد فلسطين عكا ولا مواليد لبنان؟ بس هو من الاصل عكا. اصله من عكا. يا سيدي رحمه الله ورحمه موتى المسلمين جميعا و لعائلة نجمي في الوطن والخارج نقدم تعازينا الحارة. شكرا. الله يرحمه. إذا أيها المشاهدون الكرام، هذه الجنازة هي للحاج فايز موسى النجمي كما أعلننا سابقا من فلسطين مدينة عكا، وانتقل لرحمته تعالى يوم السبت، يعني يوم أمس اليوم الأحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن نعمل هذه التغطية بموافقة أهله حتى يشاهدون أقاربه في الخارج ويترحمون عليه. نرجو من المشاهدين الكرام للمرة المليون أطلب أن هذه التغطيات التي نقوم بها ليست هواية، وإنما للمشاهدين بعشرات الألاف يترحمون على الموتى، يترحمون على هذه الجنازة، يعني نكسب عشرات الآلاف من المترحمون على هذه الجنازة. انظروا، هؤلاء يوجد فقط عشرات بالعشرات موجودين، هم يصلون على الجنازة، ولكن أنتم المشاهدون تشاركون الجنازة بالترحم إما كتابة وإما بالدعاء على الميت. نأمل من رب العالمين أن تجدون من يترحم عليكم. السلام عليكم. إذا أيها المشاهدون الكرام، هذه جنازة الحاج فايز موسى النجمي، وصلي عليه في إحدى مساجد الوقف الإسكندنائي في الكبير، وطبعا بحضور عدد كبير من الجاليات وأيضا رجال ونساء وأصدقاء وأيضا بقية الجاليات من الجنسيات المختلفة. ونأمل من رب العالمين أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، والذي يشهد بأن شهر يعني مليء بالمغفرة، وبناء على طلب الشاعر السيد المايسترو ماجد مياسي أبو درويش على قيامنا بنقل هذه التغطية، نكون له شاكرين ونشكر جميع كل من شارك هذه الجنازة. وكما أعلنت سابقا أن هذه الجنازات التي نقوم بالتغطيات للمشاهدين في الداخل، يعني الوطن هنا، وحتى يشاهدوهم أهاليهم في الخارج، وكل من يتابع
هذه الجنازات التي نقوم بتغطيتها نأمل أن يشاركونا الترحم لكي يجدون من يترحم عليهم الذين يشاركون بذلك. إن لله وإن إليه راجعون، رحم الله موتانا وموتى المسلمون جميعا. اليوم 24 نيسان 20، رحم الله موتانا، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياة منهم ولا أموات، قولوا آمين. لراديو عرب الدنمارك الخاصة أبو أمين يحييكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جنازة المرحوم فايز النجمي الله يرحمه ويسكن فسيح جناته، ألف رحمة ونور مع الروح الطاهرة. رحمة الله عليك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أكرمك، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم ارحمه فأنت به راحم، ولا تعذبه فأنت عليه قادر. اللهم وسع مدخله وأكرم نزله واغسله في الثلج والماء والبرد. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من جاءك محسن فزده إحسانا، وإن جاءك مسيئا فاعف عن سيئاته. اللهم اغفر له مغفرة من عندك. اللهم نور بصره في قبره، اللهم نور بصره يا رحمن يا رحيم. اللهم أره مقعده في الجنة، اللهم أوسع عليه مدخله، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.